مرحبا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من بزنسمانج، المجلة الاقتصادية اللي بنقدم لكم إياها كل أحد مع بيئة من الأرقام أو الأخبار الاقتصادية. ببزنسمانج لهذه الحلقة رح نتابع عدة مواضيع اقتصادية من المصارف إلى أسواق الإعلانات وأخبار التضخم وتصنيفات الدول، وصولا إلى عالم الإنترنت والتكنولوجيا والصفقات العالمية. وفي العناوين: تراجع التسليفات الممنوحة من كفالات يعكس الحالة الاقتصادية للبنان، تسجيل الهوية الجديدة لأجهزة الخلوي يحد من تهريب الهواتف إلى لبنان، السعودية الثالثة عالميا بعد الصين واليابان، كل دقيقة 100 ساعة من الفيديو تنزل على يوتيوب، وجوجل تمتلك يوتيوب وياهو تشتري تامبلر. بداية حلقتنا مع الأخبار المحلية ومع برنامج قروض كفالات، وهو واحد من المؤشرات العديدة اللي بتعكس الحالة الاقتصادية بالبلد، تحديدا بنشاط الاستثمارات بمشاريع جديدة. فبحسب وحدة الأبحاث الاقتصادية ببنك الاعتماد اللبناني، بتظهر إحصاءات شركة كفالات تراجع سنوي ملحوظ بلغت نسبته حوالي 26% بالتسليفات الممنوحة من الشركة، ليوصل عددها ل 243 مع نهاية شهر نيسان من العام 2013، بالمقارنة مع 328 كفالة خلال فترة ديتا من العام الماضي. بالفعل عبير، بيعود هالتراجع للتباطؤ يلي بيشهده الاقتصاد اللبناني بظل التوترات السياسية الإقليمية والمحلية، الأمر يلي انعكس سلبا على معظم القطاعات الاقتصادية بلبنان وخصوصا على الاستثمارات الجديدة. وانخفض الحجم الإجمالي للقروض المكفولة من الشركة ل 33 مليون ونصف المليون دولار، بحين زاد متوسط قيمة الكفالة الوحدة ل 137,086 دولار. وتركزت النسبة الأكبر من التسليفات بقطاع الزراعة مع 37.45% والصناعة مع 35.4%، من وراهم قطاع السياحة مع 19.34%. بالمقابل، ببين التوزيع الجغرافي لمحفظة شركة كفالات أنه منطقة جبل لبنان استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي التسليفات المدعومة من قبل الشركة مع نسبة 41.15%. وإذا مننتقل بخبرنا الثاني لإحدى القطاعات يلي بيحتل فيها لبنان مراكز متقدمة على الصعيد الإقليمي، هيدا إذا ما كان القائد بالمنطقة. أكيد عم نحكي عن قطاع الإعلانات، ونقلا عن تقرير حيث أصدرته شركة مارت بوينت المختصة بدراسات السوق، تبين أنه لبنان منه بس بمراكز متقدمة من ناحية الإنتاج الإعلاني، إنما هو كمان ثالث أكبر مستقطب للإعلانات التلفزيونية. ولا شو رأيك عبير؟ صح باسل، لبنان هو ثالث أكبر مستقطب للإعلانات التلفزيونية، وأرقام شركة مارت بوينت أظهرت أنه عدد الإعلانات التلفزيونية المنتجة حديثا اللي بثت على المحطات اللبنانية بلغ 682 إعلان ب 2012، أي بارتفاع 17.6% عن 580 إعلان ب 2011 و 557 إعلان ب 2010. لبنان احتل هالترتيب بين 14 سوق عربية، وذلك من بعد القنوات الفضائية العربية يلي أخذوا 1749 إعلان، الإمارات العربية المتحدة مع 824 إعلان، وكان لبنان سجل 682 إعلان. كذلك شكل عدد الإعلانات التلفزيونية اللي بثت على شاشات التلفزيون اللبنانية 15.1% من إجمالي عدد الإعلانات اللي بثت بالأسواق العربية بسنة 2012، مقارنة مع 14% بسنة 2011 و11.9% بال 2010. وبالتفاصيل، بلغت إعلانات التلفزيون بفئة المواد الغذائية 144 إعلان، وشكلت 21% من إجمالي عدد الإعلانات، من وراها إعلانات الصحة والجمال مع 76 إعلان، ثم المشروبات والمنتوجات المالية مع 75 إعلان لكل واحد، والإعلانات بفئة السيارات مع 48 إعلان. وسجل عدد الإعلانات الجديدة بفئة الصحة والجمال ارتفاع ب 52% بسنة 2012، ووفقا لأرقام مارت بوينت كان لبنان أكبر مستقطب للإعلانات على التلفزيون الجديدة بين 14 دولة عربية بفئة المنتجات المالية بسنة 2012. بالفترة السابقة كانت البنوك غالبا ما بتركز عند إعلانها عن القروض على قيمة القرض المرتفعة ونسبة الفايدة المتدنية ومدة السداد الطويلة الأجل، وهالشي بنشوفه كنا على لوحات الإعلان على الطرقات ووسائل الإعلام إن كان على التلفزيون أو بالصحف. بعض هالإعلانات كان شفاف، بينما البعض الآخر كان مضلل وبيضيع الناس، لأنه منقرأ شيء ومنوصل على البنك دافعين شيء. مصرف لبنان أعطى هالأمر مزيد من الجدية لضبط سوق التسليفات والقروض،
ولمزيد من الشفافية فأصدر تعميم رقم 273 للمصارف والمؤسسات المالية بحدد أصول وشروط التسليف وتأمين مزيد من الانتظام بأسواق الإعلانات المرتبطة بالمنتجات المالية على أن يبدأ تطبيق التعميم بأيار الجاري. لمزيد من التفاصيل زرنا البنك اللبناني للتجارة بألسي يلي كان أول بنك بيطبق هالشروط وبيبرز هالتفاصيل بدعاياته عن القروض يلي بيمنحها للمستهلك بلبنان، وكان لنا حديث مع مديرة التسويق ببألسي بنك مايا مرجي، نسمعه سوا. هيدا التعميم انصدر من مصرف لبنان بال 2010، تعميم رقم 124 لينظم شفافية وأصول شروط التسليف. كان هدف مصرف لبنان أكيد أنه يحمي المستهلك العميل ويقدر يساعده ليقدر يحدد أي قرض الأنسب والأوفر له. اللي صار أنه هالتعميم رجع إجا عليه ملحق بال 2012 ونحط مهلة للتطبيق بأيار 2013. بيهمني أقول أكيد أنه البي إل سي هو أول بنك طبق هيدا التعميم اللي بنشوفه بالإعلان اللي صدر بأول 2000 بأيار 2013. حطينا كنا عم نعمل دعاية للبيرسونال لون وحطينا الـ APR. شو هو الـ APR اللي فرضوا علينا مصرف لبنان لحماية العميل؟ الـ APR هي النسبة المئوية السنوية اللي بتحدد بالإضافة لفايدة القرض كل عمولة على الملف، كلفة التأمين على الحياة وأكلاف أخرى ممكن تتطبق على القرض مثل كلفة خبير إذا رايح ليكشف على البيت. طبيعي أنه الفايدة اللي هي النسبة المئوية السنوية هاي تطلع أكبر من فايدة القرض. يعني رح أعطي مثل، كارد قيمته 35,000 دولار، كارد شخصي دفعته الشهرية 655 دولار، الفايدة 11.5. بس مش هيدا كل اللي لازم العميل يشوفه، لازم يطلع على النسبة المئوية سنوية اللي هي بهيدا السيناريو 14.10%. مصرف لبنان نظم عملية الإعلانات، صار ما بقى فينا نقول عبارة بدون ملف بدون سوري بدون فايدة، ما بقى فينا نقول هيك عبارة لأنه صح بأيامها كانت عم بتكون بدون فايدة بس عم بيجي عليه للكارد مصروف ملف وهيدا المصروف ملف له كلفة ولازم صار العميل يعرف أنه الكارد اليوم مش بس نسبة الفايدة، كمان بيجي عليه كلفة ملف، عمولات تانية، تأمين على الحياة. هلأ اللي بدي ألفت لك نظرك لإله إنه الـ APR منه مجبور ينذكر فيه كلفة التأمين على الممتلكات. يعني لو كان كارد سيارة أو كارد سكنة الكلفة ما الـ APR ما بينحسب فيه كلفة التأمين على السيارة أو على البيت، وهيدا لازم العميل يسأل عنه وينتبه إنه يعرف الـ APR قديه ويعرف الانشورنس على السيارة قديه أو الانشورنس على البيت قديه. هي بداية وبداية كتير مهمة واليوم اللي لازم نعمله هو حملة توعية للمستهلك ليضل ينتبه على شو لازم يقارن. اعتبارا من الأول من شهر حزيران يونيو المقبل تبدأ مكافحة تهريب الأجهزة الخلوية وحماية المستهلك من التزوير عبر تطبيق آلية تسجيل أرقام الـ IMEI الهوية الدولية للأجهزة اللي بتستخدم الشبكتين الخلويتين، ومن خلال هالإجراء لن تلج الأجهزة الجديدة غير المجمركة والأجهزة الجديدة التي تحمل IMEI مزورة إلى الشبكة الخلوية. وتستثنى من هالإجراء الهواتف اللي بتأمن خدمة التجويل للوافدين للبنان. هيدا التطبيق الجديد راح يوضع حد لشراء الأجهزة المهربة اللي بتبلغ نسبتها بالسوق اللبناني اليوم 70% وفقا لوزير الاتصالات نقولة السحناوي، و 90% بحسب نقيب مستوردين الأدوات الكهربائية أنطوان شرفان. القرار راح يرفع الأسعار حوالي 15%،
مقسمة بين 5% نسبة رسوم جمركية مفروضة على استيراد الأجهزة الخلوية و10% نسبة الضريبة على القيمة المضافة. مرحب فيكم من جديد بفقرتنا الإقليمية. خبرنا الأول من المملكة العربية السعودية يلي عم تبرهن من يوم بعد يوم عن صلابتها المالية رغم كل الأزمات الاقتصادية يلي عصفت بمختلف بلدان العالم. بالفعل عبير زادت الموجودات الأجنبية بالسعودية 600 مليار دولار حتى نهاية كانون الثاني الماضي. هذا اللي أظهره تقرير عن شركة الرياض المالية بيأكد أن المملكة زادت هالاحتياطيات بأكثر من الضعف من سنة 2008، أي بنسبة بلغت 121% بالرغم من ظروف الكساد العالمي والإنفاق الكبير على البنية التحتية. وبتحتل السعودية المرتبة الثالثة عالميا من حيث حجم الموجودات الأجنبية بعد الصين واليابان، ويعتبر بناء الاحتياطات الأجنبية ذي قيمة اقتصادية كبيرة بالنسبة للبلد، وبتكمن الفوائد بزيادة الثقة بالسياسة النقدية وبالقدرة على تغطية الصادرات والالتزامات المالية الحالية والمستقبلية. استكمالا لخبرنا السابق، ومع النمو المستمر بالسعودية وبتقييم اعتيادي لاقتصاد المملكة، شجع صندوق النقد الدولي السلطات السعودية على انتهاز فرصة الفوائد الكبيرة بالموازنة كتأمين لمواجهة غموض أسعار النفط بالمستقبل. وأوضح الصندوق أن السعودية عم بتواجه مخاطر تضخمية محتملة بسبب النمو القوي اللي بيتطلب تحرك خاص بالسياسة الاقتصادية لمنع زيادة التضخم. وقال الصندوق ببيان أن السياسات الخاصة بالاقتصاد السعودي لازم تضل متنبهة لأي علامات بتسبب استمرار النمو الاقتصادي القوي يلي بيؤدي لزيادة الضغوط التضخمية. وبتوقع الصندوق أنه يحقق القطاع غير النفطي بالمملكة نمو بنسبة 7.6% ب 2013، رغم أن النمو الإجمالي رح يبلغ 4.4%، وذلك بسبب انخفاض متوقع بإنتاج النفط هالعام بالمقارنة مع 2012. بتجدر الإشارة إلى أنه نسبة التضخم ارتفعت لحوالي 4%. كما ورد بالبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي IMF أنه تضخم محدود عند هالمستوى، لكنه نصح السلطات السعودية للاستعداد للتحرك إذا زادت ضغوط الأسعار، وأضاف إذا ارتفع التضخم أكثر من المتوقع فرح يتعين بوقت تعديل السياسات الخاصة بالاقتصاد أو إبطاء مشروعات الإنفاق الرأسمالي. وساهم ارتفاع أسعار النفط العالمية بتحقيق السعودية لسلسلة من الفوائد الكبيرة بالموازنة بالسنوات الماضية، بالإضافة لتقليص مستويات الدين العام بدرجة كبيرة وتكوين أصول مالية بتشكل حاجز حماية قوي. منضل مع صندوق النقد الدولي ومع عامل التضخم، ولكن هالمرة منروح لمصر يلي عم بتعاني من زيادة بالتضخم بسبب عدة عوامل منكتشفها بالتفاصيل مع باسل. عبير، توقع صندوق النقد الدولي أنه يرتفع التضخم بمصر ل 10.9% هيدي السنة، وهو أعلى من مستويات سنة 2010 وبفوق توقعات سابقة أعلنها الصندوق بنيسان. وتوقع صندوق النقد ارتفاع التضخم بمصر والأردن والمغرب وتونس بسبب خفض الدعم بالفترة الأخيرة ومزيد من التخفيضات المرتقبة وببعض الحالات ضغوط من تمويل العجز. وكان صندوق النقد الدولي توقع الشهر الماضي أنه يبلغ التضخم بمصر 8.2% ب 2013، لكن ضغوط الأسعار ممكن تنخفض ب 2014 عن التقديرات السابقة، حيث خفض الصندوق توقعاته لنمو أسعار المستهلكين ل 11.6% من 13.7% بتوقعات نيسان. ومن المتوقع أنه يزيد التضخم بدرجة أكبر مع استمرار الحكومة بزيادات ضريبية وخفض الدعم بهدف الاتفاق على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتعثرت المفاوضات مع الـ IMF عدة مرات بسبب تردد الحكومة لجهة إجراءات تقشف ضرورية لاحتواء عجز الموازنة. وكان وزير الاستثمار المصري قال بوقتها أو بوقت سابق من هالشهر أنه العجز رح يبلغ 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي بسنة 2013. نوصل
نوصل لفقرة ليفنت ان فوكس يلي بتم إعدادها بالتعاون مع مد سيكوريتيز. والخبر الأول اليوم من لبنان وتحديدا عن كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن عدم مشاركة المصارف اللبنانية بمشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أو ما يعرف بالبي بي بي Public Private Partnership. الحديث عن الببليك برايفت بارتنرشيب منه جديد، وللأسف القوانين المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص أو البي بي بي مطروح من سنة 2007 دون أي تقدم يذكر. للتذكير، المشاريع يلي بتدخل ضمن ما يعرف بالبي بي بي هي مشاريع شراكة طويلة الأمد بين الحكومة والشركات الخاصة يلي ممكن تستثمر بمشاريع البنى التحتية، الطاقة أو الاتصالات مقابل جزء من الأرباح. الحديث عن البي بي بي عاد وانطرح مؤخرا بعد الكلام يلي أطلقه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على هامش منتدى الشراكة بين التمويل والاستثمار. سلامي قال إنه المصارف التجارية ما فيها تستثمر بمشاريع شراكة من نوع بي 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 بين القطاع العام والخاص، وإن المؤسسات المالية ورؤوس الأموال هي المخولة الدخول بهيك مشاريع. بالنسبة لحاكم مصرف لبنان، دور المصارف التجارية هو الإقراض وليس الاستثمار، ولفت سلامة إلى الشروط العامة يلي بتخضع لإلهاء المصارف بحسب معايير باسل 3. فإذا كانت المصارف التجارية غير مخولة الدخول بمشاريع بي بي بي، مين هي الجهات يلي لازم أنه تستثمر بهالنوع من المشاريع؟ بحسب حاكم مصرف لبنان، هناك المصارف الاستثمارية، المؤسسات المالية وشركات السمسرة يلي ممكن تلعب دور مهم بتمويل هالمشاريع الكبيرة والمهمة بلبنان، وخصوصاً بوقت عم يسعى مصرف لبنان لتطوير الأسواق المالية ببيروت. باسل بوقت عم بيتراجع النمو وبتزايد الدين العام للدولة اللبنانية وبظل جدل سياسي واسع حول مشاريع الخصخصة، هناك شبه إجماع على أنه الشراكة بين القطاع العام والخاص هي الحل الوحيد بلبنان لتنفيذ مشاريع مثل السدود، الطرقات والكهرباء وغيرها. منتابع ليفنت ان فوكس ومن لبنان للأردن، حيث أعلنت وكالة ستاندرد ان بورز للتصنيف الائتماني أنه خفضت تصنيف الدين الأردني على المدى الطويل درجة واحدة لدبل بي ماينس بسبب المخاوف على الوضع الاقتصادي بالبلد، وأرفقت التصنيف بتوقعات سلبية بسبب النزاع السوري خصوصا. وقالت الوكالة ببيان أنه ضعف المساعدة الدولية وأسعار النفط المرتفعة أضعفت وضع الموازنة بالأردن ب 2012. من جهة تانية، اعتبرت الوكالة أنه رغم الإجراءات المالية يلي سمحت بتفادي أزمة خطيرة، فأنه الدين الخارجي والعجز بالموازنة بيبقى أكبر مما كان عليه بسنة 2012. وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أنه هيدا كان السبب الأساسي لتخفيض التصنيف على المدى الطويل لبي بي ماينس، وأكدت أس أند بي تصنيف بي للأردن على المدى القصير. وأضاف البيان أنه يمكن يتم خفض درجة التصنيف مستقبلا بحال تفائمت تداعيات النزاع السوري وزادت أسعار النفط أو انخفضت التحويلات المرتبطة بالهجرة وعائدات السياحة أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وكانت S&P خفضت تصنيف الدين السيادي الأردني على المدى الطويل بتشرين الثاني سنة 2011، فانتقل من بي بي بلس لبي بي، مشيرة بالوقت نفسه إلى أن الأردن على غرار العديد من الدول الأخرى عم بيواجه ضغوط كبيرة لتطبيق إصلاحات سياسية، اجتماعية واقتصادية. الأخيرة بداية أخبارنا العالمية مع أخبار مواقع التواصل. مين منا ما بيعرف يوتيوب، الموقع المختص بمشاركة الفيديو واللي بيسمح للمستخدمين بتحميل ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو بشكل مجاني. هالموقع اللي تأسس عام 2005 كان عم يحتفل مؤخرا بمرور 8 سنوات على إطلاقه، وهو صار تابع لشركة جوجل بعد ما اشترته مقابل 1.65 مليار دولار بتشرين الأول 2006. أكيد عبير كل العالم تعرفه، خصوصا اللي عم يحضروا بزنس ماج، لأنه بيقدروا يشاهدوا بزنس ماج على يوتيوب كمان، وما حدا بيقدر يتصور هالقدر الهائل من وسائل الإلهام ونقل المعلومات والترفيه اللي عم تتقدم اليوم، حيث بيتم حاليا تحميل أكثر من 100 ساعة من الفيديو على يوتيوب كل دقيقة،
وهيدا بيعني انه عم يتم تحميل اكثر من 4 أيام من الفيديو كل دقيقه. كما بيزور موقع يوتيوب كل شهر اكثر من 1 مليار شخص بهدف الحصول على اخبار والاجابه عن اسئله وقضاء وقت ممتع. وهالرقم بيعني انه من بين كل 2 بيستخدموا الانترنت في شخص منهم عم بيزور يوتيوب. وهناك أكثر من 1000 شركة من مختلف أنحاء العالم بتخصص ساعة من الراحة بالنهار لمشاهدة مقاطع الفيديو للتسلية على يوتيوب. وأعربت الشركة ببيان لها بمناسبة مرور 8 سنوات على تدشين موقع يوتيوب عن رغبتها بتقديم الشكل لمستخدميها على تحويل الموقع لمكان متميز. بتجدر الإشارة إلى أنه قيمة سهم جوجل ارتفعت من حوالي $402 ببداية تشرين الأول 2006 ل $480 بتشرين الثاني من العام نفسه، بينما عم بيتم تداول السهم بهالأيام بين $800 و$850 أمريكي. منكمل مع عالم الانترنت والتواصل الاجتماعي. فمن بعد فشلها بعملية الاستحواذ على 75% من أسهم الشركة الفرنسية ديلي موشن بقيمة $300 مليون، ويلي كان الممكن أن توضع ياهو بمنافسة شرسة مع جوجل يلي بتملك يوتيوب، أعلنت شركة ياهو الأمريكية على استحواذها على منصة التدوين السريع تامبلر مقابل $1.1 مليار. هالشي يلي بيشكل 20% من سيولة الشركة وأو الأوراق المالية البالغة $5.4 مليار. ونظرا للمخاوف يلي راودت كثير من الناس من الفشل يلي ممكن ينتج عن استحواذ ياهو يلي كانت على مدى السنين الماضية عم بتعاني من النكسات المتكررة، قالت الشركة ببيان الاستحواذ انها بتوعد مستخدمي منصة التدوين انه هالشي ما رح يصير وانه تامبلر رح تتابع عملها كشركة مستقلة عن ياهو، كما انه مؤسس المنصة ديفيد كارب رح يبقى رئيس التنفيذي. ومن جهتها عبرت ماريسا ماير رئيس التنفيذي لياهو عبر حسابها على موقع تويتر عن سعادتها الكبيرة بالاستحواذ على منصة التدوين الأكبر بالولايات المتحدة الأمريكية، وكررت الوعد أنه تحافظ المنصة على نجاحها المعتاد. وبتوقع المحللين أنه يؤدي استحواذ ياهو على تامبلر لنمو جمهور ياهو بنسبة 50% ليوصل لمليار زائر شهريا، وأنه ترتفع حركة نمو البيانات عبر المواقع بنسبة 20%. تجد الإشارة إلى أنه فيسبوك كانت استحوذت على موقع مشاركة الصور إنستغرام بنيسان 2012 بصفقة بلغت قيمتها حوالي $1 مليار. نوصل لخبر بخص محبي أبل، الشركة العملاقة المصنعة للكمبيوترات وهواتف آيفون الشهيرة ولوائح الآيباد يلي عم تتعرض لنكسة قوية، حيث قالت أبل أنه أرباحها الفصلية هبطت لأول مرة من 10 سنين. وأضافت الشركة أنه أرباحها عن الفترة الممتدة من كانون الثاني لآذار بلغت 9.5 مليار دولار بالمقارنة مع $11.6 مليار السنة الماضية. إلا أنه هالنتائج باسل إجت أفضل من توقعات كتير من المستثمرين، حيث ساهمت المبيعات القوية لهواتف آيفون وآيباد بدعم العوائد لتوصل لأكثر من $43 مليار. وأدت المخاوف لدى المستثمرين لهبوط أسهم الشركة، وفقدت الأسهم حوالي 40% من قيمتها السوقية من أيلول الماضي، وقت وصلت لأعلى قيمة لها على الإطلاق. ورغم أنه شركة أبل ما زالت لاعب أساسي بسوق أجهزة الكمبيوتر اللوحية وأجهزة سمارت فونز، إلا أن المستثمرين عم بيشعروا بالقلق من أنه حصة الشركة بالسوق عم تتاكل بسبب منافسة قوية من قبل شركات أخرى مثل سامسونج. هيدا كان كل شيء بحلقة بزنس ماج، ونشوفكم الحلقة الجاية. ما تنسوا بزنس ماج كل أحد 11 مساءً والإعادة التنين الساعة 2، أرقام عن أرقام تفرق، بزنس ماج كل الأرقام الأساسية. نشوفكم الأسبوع المقبل.